مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب موضوع حلقه النهارده هو عن العهد القديم وبالاخص عن اذا كان العهد القديم تنبا عن رسول الاسلام ام لا فالعنوان الحلقه هو هل تنبا العهد القديم عن محمد طبعا هناك ادعاءات كثيره جدا مبنيه كلها على تفسير غلط لنصوص من العهد القديم وهنتناول معا هذه النصوص واحدة واحدة لكي ما نشرح نشرح ما فيها من من معاني ومن ايضا عمق كتابي فخلونا نبدا باول سوري خليني بس ابدا اضبط اه الكمبيوتر ونتكلم مع بعض عن هذه النبوات كلها ونتناولها بالفحص والدراسه هل تنبأ العهد القديم عن رسول الاسلام اول نص موجود هو في سفر التثنيه وفي الاصحاح التمنتاشر تثنيه تمنتاشر وتسنيه 18 18 يعتبر من النصوص المهمه جدا اللي بيبني عليها هذا الفكر و وهنتكلم عن هذا النص ونشرحه ايضا معا علشان نشوف معنى هذا النص والاشارات اللي موجوده في هذا النص اذا كان بيتكلم عن نبي من الانبياء آه وبالاخص رسول الاسلام او بيتكلم عن آه نبي آه سياتي في اخر الايام وظيفته واحده من وظائفه هي النبوه وهي اشاره الى شخص الرب يسوع المسيح فخلونا آه نطلع نشوف النص الاولاني اللي موجود في تسنية وأصحاح 18 وفي آه عدد 18 بيقول إيه هذا النص بيقول يقيم لك الرب إلهك يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون اقيم وفي عدد 18 يؤكد ايضا يقول اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصي به هذا الادعاء مبني على انه هذا النص يتحدث عن نبي سوف ياتي وطبعا الاخوه المسلمين بياخذوا هذا النص على طول ويقولوا ان المقصود هنا بهذه الاشاره الى النبي هو انه نبي الاسلام خلينا نشوف فيديو وبعدين نرجع نكمل مع بعض تفسيرنا لهذا النص المهم يقول <applause> أُقِيمُ لهم نبيا وانتم تقولون بان المسيح هو الله ليس نبي فهو. فهو, هذا كلام يسوع في في اعتقاد هذا يسوع يتكلم الان آه. يقول اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مسلك اي صاحب شريعه اولا صاحب شريعه واجعل كلامي في <applause> فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به ويكون ان الانسان الذي لا يسمع بكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه اولا وانت تعرف المسلمين كل كلمه باسم الله الرحمن الرحيم واما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم اوصيه ان يتكلم به او الذي يتكلم باسم الهه اخرى فيموت ذلك النبي هذه طيب. النبوه الاولى طيب ممكن ممكن ممكن. ممكن, أرد في ممكن ارد عليك في النبوه الاولى؟ ممكن ارد عليك في النبوه الاولى؟ تديني وقت ارد عليك؟ تفضل اوكي اولا انت بتاخذ النبوه دي على انها تشير لمين؟ بيتكلم هنا الرسول محمد الرسول محمد طيب أنا هقول لك بعض الأشياء وأنت تقول لي إذا كانت تمشي مع رسول محمد ولا لأ، كويس؟ اتفضل بيقول نعم. أقيم لك يقيم لك الرب إلهك نبياً يقيم لهم نبياً. نبياً لا يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسط من وسطك من إخوتك كويس؟ إخواتك نعم. إخوتك دي الإشارة نعم. لمين؟ إشارة لمين إخواته دول؟ دول الى إسماعيل لا لا لأ يبقى ده كان اتصال من حلقتين سابقتين اتصل الاخ زيتوني من تونس وكان بيقول ان النص ده هو نبوه عن نبي الاسلام والنص ده فيه اكثر من كلمه مفتاحيه في كلمه يقيم للكلمة الاولى وفي كلمه ايضا مهمه اخرى هي من وسطك من وسطك والكلمه الثالثه اخوتك كويس دول كلمات مفتاحيه اذا قدرنا نفهم هذه الكلمات في ضوء ما يقوله وما اعلنه الرب من خلال موسى يبقى نقدر نفهم النص ده كويس اول حاجه لا يمكن ان ينطبق هذا النص عن قريب او عن بعيد برسول الاسلام لعده اسباب اول سبب نقدر نقوله انه اول حاجه بيقول من وسط اخوتهم من وسط اخوتهم ميكارب اخيم وهنا من وسط إخوتهم كلمه إخوتهم بقى دي هي اللي هنتكلم عنها ونشوفها بنشوف معناها في سفر التثنيه ونشوف معناها ايضا في القميص بتشير الى الى ايه لكنه الجزء المهم اللي احنا لازم نعرفه انه تسنية 18 هو جزء من السفر كله اللي هو سفر التسنية وسفر التثنية عبارة عن وعظات او كلام موسى رجل الله قبل أن يموت لشعب إسرائيل وقبل ما يدخل شعب إسرائيل إلى إلى أرض كنعان فكان هو بيؤكد لهم التشريع وفي نفس الوقت بيحثهم وبيذكرهم بمعاملات الله والعمل الله وبيذكرهم بكل الناموس اللي ربنا أعطاه إياهم فاولا السفر موجه هو كلام موسى لشعب الرب مش كلام موسى لعامه الناس هو كلام موسى لشعب الرب وده واضح جدا من اكثر من حقيقه او مره يؤكد فيها موسى انه بيوجه كلامه لبني اسرائيل مش بيوجه كلامه لحد تاني فاول ايه بنقراها في سفر التثنية وفي أصحاح واحد وفي عدد واحد هذا هو الكلام الذي كلم به موسى كلم به مين؟ جميع إسرائيل يبقى الكلام بتاع سفر التثنية موجه أولا إلى شعب إسرائيل وشعب إسرائيل خرج من أرض مصر وجاهز إنه يدخل إلى أرض الأرض كنعان والكلام اللي قاله موسى قالوا ليهم في عبر الأردن شاهد تاني يقول لنا إيه في أصحاح أربعة فالآن يا إسرائيل يبقى هنا بيوجه كلامه موسى لمين لإسرائيل يبقى جميع إسرائيل وهنا بيقول فالآن يا إسرائيل اسمع الفرائض والاحكام التي انا اعلمكم لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي الرب اله ابائكم يعطيكم، يبقى كلام موسى في سفر التثنيه هو موجه الى بني اسرائيل. شاهد ثالث. ودعا موسى جميع اسرائيل وقال لهم: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام التي أتكلم بها في مسامعكم اليوم وتعلموها واحترزوا لتعملوها يبقى هنا بنجد جميع إسرائيل الآية الأولى الآية الثانية بنجد الآن اسمع يا إسرائيل والآية الثالثة بيقول إنه جميع إسرائيل يبقى الكلام موجه إلى شعب الرب إلى بني إسرائيل في عدد أصحاح ستة وعدد واحد وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم أعلمكم هنا تعود على مين؟ أعلمكم هنا تعود على على بالتأكيد على بني إسرائيل هذه هي الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم أعلمكم إياها فهنا بيتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي انه دي الوصايا ودي الشرائع اللي الرب اعطاها لشعبه في البرية وقبل دخول ارض كنعان اعلمكم لتعملوها في الارض. ده بيتكلم لبني اسرائيل. عدد اصحاح ثمانية وعدد واحد جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها انا اوصيكم بها يوصي مين بها؟ أوصيكم أنتم اليوم تحفظوا تعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب إيه لأبائكم شاهد آخر اسمع يا إسرائيل أصحح تسعة أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك كل هذه الآيات أنا بجيبها لي اللي بجيبها عشان أؤكد أنه الكلام الموجه من موسى موجه الى بني اسرائيل كل سفر التثنيه هو موجه الى الشعب اللي الرب قطع معاهم عهدا والان يقول لهم استعدوا لدخول ارض كنعان اصحاح 18 الكلمه الاصحاح اللي, اللي احنا فيه متى دخلت الارض التي يعطيك الرب مين اللي دخل شعب اسرائيل متى دخلت الارض التي يعطيك الرب الهك لا تتعلم ان تفعل مثل رجس اولئك الامم لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار ولا من يعرف عرافه ولا عائف ولا متفائل ولا سحر فكل الشواهد بتقول لنا انه المقصود بالكلام دون والموجه لهم الكلام هم بني اسرائيل هم بني اسرائيل نيجي بقى للجزء المهم كويس. كلمه اخواتك او اخواتكم كل المرات التي وردت فيها كلمه اخواتكم كويس كان يقصد بها بني اسرائيل يقصد بها بني اسرائيل ناخذ مثلا اصحاح 15 وعدد 12 اذا بيع لك اخوك هو بيكلم مين هنا اخوك هنا اخوك العبراني او هنا وضحها اذا بيع لك اخوك العبراني او اختك العبرانيه وخدمك ست سنين ففي السنه السابعه تطلقه حرا من عندك ودي نقطه مهمه جدا ليه؟ لانه العهد القديم ما عبوديه العهد القديم لا يحث ولا يشجع بل العهد القديم لما بيتكلم عن هذه الـ 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 البيعه كبيعه لك عبودية بالظبط هو واحد جاي يشتغل عندك لحد ما يدفع دينه هو تسديد ديون وفي السنه السابعه سواء سدد او ما سددش لابد انك تطلقه. اشتغل عندك ست سنين انا النهارده عليا مثلا آآ آآ مديونات مديون ب ألف ومش قادر اسددها يبقى انا اشتغل عند الشخص المدين حتى ست سنين وفي السنه السابعه لابد بحسب الشريعه انه يطلقني حرا. لكن هنا اخوك واختك باشاره الى بني اسرائيل. اصحاح 17 وفي عدد 15 فانك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب الهك لما تيجي بقى تختار ملك وده اصحاح 17 بيتكلم عن اختيار الملك وازاي يكون على شعب اسرائيل ملك يقول من وسط اخوتك نفس التعبير خلوا بالكم من وسط اخوتك يبقى الملك الذي تقيمه على بني اسرائيل لابد ان يكون من وسط اخوتك يعني ايه من وسط اخوتك يعني يهود الجنس يعني من واحد من الاسباط الاثنى عشر. يعني ما ينفعش الادومي وما ينفعش بني اسماعيل وما ينفعش واحد من الامم الغريبه لابد ان يكون من وسط اخوتك وده التعبير عشان كده التعبير ده لما نيجي الى اصحاح 18 من وسط اقيم لك الرب الهك نبيا من وسط اخوتك نفس التعبير دون وجد ايضا في اصحاح 18 لما بيتكلم عن النبي هنا بيتكلم عن الملك يبقى من وسط اخوتك تجعل عليك ملكا لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخاك ما ينفعش طب بني اسماعيل اولاد اسماعيل ما ينفعوش طب عيسو ادومي ما ينفعش يعني ايه هنا يعني واحد من الاسباط الاثنى عشر من بني اسرائيل يهودي الجنس ما ينفعش اي حد اخر يبقى النص ده بكل وضوح بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم النص ده انه تعبير من وسط اخواتك هو اشاره الى بني اسرائيل الامه اليهوديه وليس خارج الامه اليهوديه وهنا كمان لما يجي كمان للنص ده يقول ايه؟ لا يكون للكهنه اللويين كل سبط لاوي قسم قسم ولا نصيب مع اسرائيل ياكلون وقائد الرب ونصيبه فلا يكون له نصيب في وسط ايه اخوته يعني لما لما جه الرب يوزع الاراضي ويوزع ارض كنعان على الاسباط الاثنى عشر قال انه لاوي ملهوش نصيب في الارض لانه لاوي مخصص لخدمه الرب هو السبط اللي يهتم بال بالكهنوت هو الصبت اللي هيهتم بخيمة الاجتماع بالذبائح هو هيكون في خدمة الله وخدمة الرب باستمرار فهو مش هياخد أرض زي بقية الأسباط هو هيعيش وسط إخواته وهنا يقول نصيبه يكون له نصيب في وسط إيه في وسط إخوته يعني إيه وسط إخوته في وسط الأسباط الحداشر اللي توزع عليهم الأرض يبقى دي تاني مره ياتي التعبير في وسط اخوتك مقصود بيه الامه اليهوديه مقصود بيه الاسباط مقصود بيه بني اسرائيل مقصود بيه اولاد يعقوب فقط اللي خرجوا من صلب ومن يعقوب اللي كونوا الامه اليهوديه ده المقصود باخوتك لا تقرض اخاك بربا. ربا فضه او ربا طعام او ربا شيء مما يقرض بربا. اخاك هنا يعني اليهودي. وبقيه الايه بتقول لنا انه لا لما تيجي تتعامل مع الاجنبي في في نظم اخرى، لكن اخاك هنا تشير الى اخوك العبراني. اخوك العبراني. نيجي بقى اخوتهم. اخيهم. احيهم. إخوتهم يعني إيه بقى إخوتهم وردت الكلمة دي في سفر التثنية عشرين مرة استخدمت 14 مرة لتشير إلى الأسباط الاثنى عشر وإحنا شفنا كذا مرة يقول إيه من وسط إخوتك من وسط إخواتك في وسط إخوتك يعني بإشارة إلى بني إسرائيل إشارة إلى الأسباط الاثنى عشر مرة عن سبط لاوي استخدمت مرة واحده لتشير الى سبتلاوي مرتين عن الادوميين نسل عيسو اخو يعقوب التؤام برضو مره واحده عن الاخوه بمعناها الحرفي ومرتين في هذه النبوه ان هي تسنيه 18 18 لم تستخدم كلمه اخ او اخوه او اخواتهم في كل الكتاب المقدس لتشير الى ابناء اسماعيل كاخوه لبني اسرائيل باستثناء الحديث عن سكن اسماعيل اسماعيل سكن اسماعيل نفسه سكن ويقول وامام جميع اخوته هو وامام جميع اخواته اسماعيل كفرد لكن ليس كنسل كنسل اسماعيل لم تستخدم ابدا في الكتاب المقدس لتشير الى نسل اسماعيل لما نيجي بقى لسياق الكلام لما الرب ادى آآ آآ لما الرب اتكلم عن هذا الامر في تسنية 18 ولما موسى اعلن هذا الامر للشعب يقول الكتاب ايه؟ يقيم لك ودي نقطه مهمه قوي لانه غياب السياق الكلام او القرينه ممكن نفهم اشياء مش مش حسب ما النص عايز يقولهولنا يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي كويس له تسمعون ليه بقى؟ ليه؟ لانه موسى بيرجع الى حادثه مهمه جدا حدثت في سفر الخروج وهي انه موسى قال لهم عايزين الرب يكلمكم وجها لوجه قالوا لا احنا ما نقدرش الرب يكلمنا وجها لوجه انت اطلع الى الجبل واتكلم مع الله واللي لك الله هاتوا لينا واحنا هنسمع الكلام اللي الرب بيقوله من خلالك لكن احنا نخاف ان احنا نتقابل مع الله حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حريب إن شعب الرب طلب من الرب في حريب ايه يوم الاجتماع لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمة ايضا لألا اموت لما شافوا النار والزلزال وشافوا مجد الله بيملأ المكان وبيملأ الهيكل ال ال الجبل وبيحيط بالجبل قالوا الموسى لا, لا 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 احنا ما نقدرش احنا ده احنا لو اقتربنا الى الله نموت اطلع انت نيابة عنا واللي يقوله لك الله هاتوا لينا واحنا نسمعه يقول كده قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا يعني يعني لما يقول مثلي يعني وسيط بيني وبين الله وسيط بين الشعب وبين الله موسى خد هذا الدور موسى كان هو الوسيط ما بين الله وما بين الشعب موسى مش بس كان كاهن الكاهن هو اللي ينوب عن الشعب قدام الله لكن موسى أيضا كان نبي بمعنى أنه بياخد من الله ويعطي للشعب بيسمع من الله وي ويوصل الكلمة إلى الشعب فموسى كان في الاثنين كان ملك كان كاهن انه ينوب عن الشعب قدام الله وكان ايضا نبي كان بياخد كلام الله ويوصله الى الشعب في بقى هنا بنجد مثلي تشابه ما بين المسيح وموسى كبير جدا اول حاجه يتكلم مع الله وجها لوجه موسى كان يتكلم مع الله وجها لوجه البيت الأنبياء كان بأحلام وبرؤى الرب يتراءى لهم ودي ما تلاقهاش في رسول الإسلام رسول الإسلام كان يرتجف وكان يأتي لي بحسب ما يقولون يعني كان يأتي لي جبريل ويعني أمور كثيرة جدا ويسمع أصوات إلى آخر هذا لكنه لم يكن يتكلم مع الله وجها لوجه موسى تكلم مع الله وجها لوجه أما الرب يسوع هو كلمة الله ذاته عشان كده الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا هو الكلمة المتجسد هو فكر الله هو هو عقل الله هو هو اللوغوس كلمه المتجسد حياته كانت معجزه فكلاهما تعرض لمؤامره في طفولتهما موسى تعرض لمؤامره ان يباد من فرعون والرب يسوع في طفولته ايضا تعرض لمؤامره انه يقتل من خلال هيرودس الذي كان يخاف ان ياتي ملك اخر غيره. اعمالهم اعمال كلاهما صاحبها عجائب ومعجزات شوفوا اللي عمله موسى واللي الرب استخدم موسى فيه الايات والعجائب ان موسى كان ازاي من خلال اه اه يعني قدرة الله كان اه الرب يعني يصنع من خلاله ايات وعجائب موسى صنع ايات كثيرة جدا موسى حول العصا الى اه حيه موسى وضع يده في عبء فخرجت برصاء موسى حول الماء الى دم موسى بالضربات العشر موسى بالعصا بتاعته شق البحر فعبر الشعب موسى ايضا كلم الصخره فاخرجت ماء وضرب الصخره فأخرج. موسى صنع ايات وعجائب في كل حياته وهكذا الرب يسوع الذي كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس الرب يسوع شفى اقام اشبع الجياع أعطى العمي البصر والصم أن يسمعوا والبك أن يتكلموا سيطر على الطبيعة قال البحر أسكت والريح أسكت الرب يسوع مارس سلطان على الإنسان وعلى الطبيعة وعلى الأمراض وعلى كل حتى الأرواح الشريرة تعالوا بقى انتوا بتقولوا انه دوّن ينطبق على رسول الاسلام قولوا لي ازاي ما هي المعجزات التي صنعها والتي تبرهن على انه فعلا رجل الله موسى موسى صنع معجزات كثيره جدا والرب صنع ايات وعجائب على يد موسى وكلها مسجله وكلها راها الناس وكلها شهد بها حتى يعني حتى عرفين مصر حتى فرعون نفسه لما عرف مصر قالوا ما هذه الا اصبع الله كل الارض رات العجائب التي صنعها الرب من خلال موسى كما أن كل الأرض رأت العجائب والآيات التي صنعها رب المجد يسوع المسيح. قولوا لي بقى أنتوا عايزين تطبقوا النص ده ازاي ده ازاي على رسول الإسلام؟ قولوا لي معجزة واحدة. بلاش المعجزات اللي هي ما نعرفش ما نعرفش عنها حاجة. شق القمر ومشقش القمر، قولوا لي قولوا لي شافها مين؟ قولوا لي أقام مين قولوا لي ماري سلطان على الطبيعة إزاي قولوا لي ماري سلطان على الأرواح الشريرة ولا لا قولوا لي إنه أشبع الجموع قولوا قولوا أي حاجة مفيش مفيش فلا يوجد أبدا وجه شبه ما بين موسى في صنعه للمعجزات والآيات والعجائب وبين رسول الإسلام لكن الشبه موجود في شخص يسوع المسيح. الذي كان يجول ويشفي. كلاهما انقذ شعبه من العبوديه. نعم موسى انقذ شعبه من العبوديه، العبوديه الحرفيه. كانوا عبيدا لمصر، كانوا عبيدا لفرعون. وهذه العبوديه هي صوره مصغره للعبوديه الانسان للخطيه. للسيد القاسي. ولابليس وفي ملء الزمان اتى يسوع المسيح له كل المجد الذي بموته وبقيامته حرر كل البشريه واوجد خلاصا لكل انسان من الخطيه ومن الموت ومن الهلاك شوفوا اللي يدرس الكتاب المقدس يعرف انه بالنسبه لليهودي بالنسبة لليهودي الخروج من ارض مصر يعتبر هو الحدث المركزي والاساسي في الفكر اليهودي في فكر العهد القديم. ده الحدث المركزي والاساسي. ده الحدث اللي هو يعني بيعتبر بالنسبة لهم الخلاص والانقاذ. الحدث الذي فيه ظهرت قوه الله في خلاصهم وظهرت قوه الله في دينونه السيد القاسي فرعون والمصريين. بالنسبه لنا احنا في العهد الجديد الصليب هو مركزيه ايماننا. الذي صنعه يسوع المسيح من اجلنا على عود الصليب هو محور ومركز الايمان المسيحي. واحد صنع خروجا والآخر صنع خروجا أعظم عشان كده حتى في العهد القديم بيتكلم عن اللي عمل هيعمله المسيح على إنه خروج جديد خروج جديد أعظم من الأول شوف كمان كل واحد عمله بيمثل مرحلة جديدة وهامة الناموس بموسى أعطي دي مرحلة اما النعمه والحق فبيسوع المسيح ساره دي مرحله جديده مرحله الناموس ومرحله النعمه اللي بدات بموسى الناموس واللي بدا النعمه بيسوع المسيح كلاهما وسيط لعهد موسى وسيط العهد الموسوي ويسوع المسيح وسيط العهد الجديد عشان كده موسى في حياته وفي الفصح وفي دوره وفي خدمته كان رمزا للمسيح كان رمز للمسيح فالمسيح هو وسيط العهد الجديد الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار كلاهما كان نبي وكاهن وملك ودي نقطة مهمة قوي نبي وكاهن وملك عشان كده لما بنيجي لكلمة ملك ان يقيم الرب لك الرب سوري نبي يقيم لك الرب الهك نبيا من وسط اخوتك لما احنا بنتكلم عن النبي احنا مش بنتكلم على يعني بنتكلم على يعني هي وظيفة اول حاجة هي فانكشن وظيفة النبوة هي وظيفة يعني ايه النبي هو من يأخذ الكلمة من الله ويوصلها للناس يعني النبي دوره بياخذ من فوق لتحت ياخذ من الله ويوصل للناس يقف عند الله ويأخذ من الله ويسمع كلمة الله ويوصل الكلمة دي للناس ده دور النبي دور الكاهن انه ياخذ الناس ومن الناس ويصعد بهذا إلى الله ده دور الكاهن الكاهن ينوب عن الناس أمام الله. إن النبي ينوب عن الله قدام الناس. والملك موسى كان أيضا ملك. ملك وهنا بنشوف إنه يقول لك لا لا الرب يسوع لم يكن نبي. واحدة من وظائف الرب يسوع من الاوفيسز بتاعة الرب يسوع الأساسية هي إنه نبي انه يتكلم بكلمه الله بل هو كلمه الله المتجسد زي ما هو ايضا وسيط بين الله والناس زي ما هو شفيع يشفع من اجلنا كويس فالثلاث حاجات دول ممكن يكونوا في شخص واحد وكانوا في موسى بس موسى كان نبي كليم الله موسى كان كاهن ينوب عن الشعب امام الله موسى كان ملك كان قائد كان ملك دول لم ياتوا في احد الا شخص المسيح الذي هو نبي بل هو كمال النبوه الله بعدما كلم الاباء بعدما كلم الاباء بالانبياء وبانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه يبقى هو كلمه الله المتجسد وكاهن لنا رئيس كهنه يشفع من اجلنا ينوب عنا والمسيح ملك هو ملك هو ابن داود بحسب الجسد كما انه ايضا ملك يملك لانه هو الكلمه المتجسد هو ايضا الاقنوم الثاني في الثالوث الذي له الملك والعظمه والسلطان والمجد الذي سياتي يوم من الايام زي ما قال الرسول بولس انه تكسو باسم يسوع كل ركبه ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب هو ملك تحققوا الثلاثه دول في بس موسى كان عبدا أمينا أما المسيح فهو الابن الأمين موسى كان في كل ما يقوم به كان يقوم به كعبد استأمنه الله على وكالة أما المسيح فهو كابن الابن الأزلي نيجي بقى للعهد الجديد شوف العهد الجديد اتكلم ازاي عن الجزء ده في يوحنا واحد وعدد 45 يقول ايه يقول وجدنا الذي كتب عنه موسى يعني خلوا بالكم هنا ال 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 الكلام ده مهم جدا لانه دول 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 يعني يهود كويس تلاميذ المسيح كانوا يهود ولما آآ كانوا آآ يعني آآ بيبشروا بالمسيح كانوا بيبشروا بالمسيح الذي هو ايضا من نسل داود بحسب الجسد فلما نأتي إلى يوحنا واحد وفي عدد خمسة واربعين يقول كده يعني آه خلينا أقرأ الجزء لما في لبس بدأ يدعو نثنائيل في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد في لبس فقال له اتبعني وكان في من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس في وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يسوع الذي ابن يوسف الذي هو من الناصره يبقى اللي كتب عنه موسى يعني ايه اللي كتب عنه موسى هو ده النبي اللي اتكلم عنه موسى هو ده هو ده اللي اقامه الله في اخر الايام وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس وكمان موجود في الانبياء يعني عايز يقول انه اللي اتكتب عنه في كل العهد القديم احنا وجدناه اسمه يسوع بعدين كمان يقول الرب يسوع لانكم لو كنتم تصدقون موسى يقول لرؤساء الشعب لو كنتم تصدقون موسى يعني لو انتم تصدقوا كلام موسى اللي قاله لكنتم تصدقونني لانه هو كتب كتب عني كتب عني طبعا انا اعرف انه حتى الاخوه المسلمين يعرفوا انه الشخص الوحيد الذي لم يوجد فيه غش ولم يصنع خطيه هو شخص المسيح يسوع دي حقيقه متفق عليها ومفيش حد ابدا يقدر انه ينكرها، الوحيد الذي عاش على هذه الارض وقال من منكم يبكتني على خطية. فحاشى للمسيح ان يكذب. هو بيقول لو كنتم تصدقونني تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لانه هو كتب عني، يعني المسيح هنا بيقول ان موسى كتب عني. وحاشى للمسيح انه يكون بيقول حاجه غلط. وبيقول كل الصدق موسى كتب عني اعمال الرسل اصحاح ثلاثه وده نص مهم جدا بطرس الرسول قال فان موسى قال للاباء موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعد جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله أباؤنا قائلا لإبراهيم ونسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شرور يبقى اللي تكلموا وسبقوا تكلموا عن يسوع المسيح إنه سيأتي طيب ناخد مكالمة أوكي ناخد الأخت فوزية من الدنمارك ألو مرحبا سلام المسيح معاك أهلا وسهلا بحضرتك هلا بيك الرب يباركك يعطيك العافيه على الشرح هذا كلش كلش حلو وتفهم بس انا آه يعني يعني هذا اخي زيتوني من صار لمدة مده يسمع يعني شنو هذا افكاره كلش مغا آه يعني انا انا زمان للمسيح زمان اجى المسيح يعني ما كنت ولا قنوات أشوف ولا كتابات اقرا يعني هم احسن من ادنى لازم يعني مده قليله لازم يقرون ويفتهمون أيه. انا انا صابئيه كنت مالت آآ آآ جروبات من يحيى المعمدان الاقليه والرب يسوع جالي وعرفته عرفت بس انا ما كنت اعرف هذا الرب مشكرا. ما كنت اعرف مده طويله ظليت كان يجي لي يقول لي اقرا كتابات صرت اعاين واقرا كتابات و... بالعربي وبالايراني اقرا كتابات عندي كان يعني أه وشوي شوي افتهمت افتهمت يعني هو هذا هو هذا الرب بعدين بس ايام واحد واحد وستين جاي روح الرب علي جاي بس للمساكين والمكسورين القلوب يعني اذا محمد كان يعني وين العدل المسيح وين هذا من فتح الصفر واحد واحد وستين أسئلة أيوة. بأورشليم فتحها لعد وين وين كان محمد لم... ليش ما فتح الأسفار وين المعجزات شسوى يعني هسه انتم احنا اه يعني قلنا أنبياء اجوا ودين دين 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 بس هاي علاقه علاقتنا ويا ويا الرب الخالقنا يعني نعم. يعني افتح فطرك مخك يعني انا ما كنت اقرا ولا اشوف وين على القنوات من اجل المسيح صرت اقرا الكتابات شوي شوي رفض يعني صار لك مده نسمع به يعني تجيب لك اشياء بعيد بعيده وتخليها على محمد ايوه الرب يفتح عيونك أمين. ويفتح صميلو. عيون حتى الصادقين آه. الصادقين يوحنا المعمدان هم بعد هم بعد يعني آه ماخذين افكار يعني م. افكار ما غنوسيه ومعرفيه وبابليه حاطين لهم كتاب مسمينه جنزه ربا بالك بالك كم سنه ب... يعترفون بالمسيح ويقولون المسيح المسيح يجي. اشكرك هسه ينبني هيك سليمان وراح يجي هناك يعني شلون هاي وياكم انتم راح تخسرون حياتكم الابديه وما تخلون الباقيه هم يدخلون طيب. يعني انا من المسيح من 2002 و... ويجي لي يعني كثير من اصل أخت فوزية ربي يباركك وشكرك جدا على مداخلتك وعلى يعني آه آه يعني افتقاد الرب ليكي وان انت صرتي بنت للرب ده شيء جميل جدا الرب يباركك ويستخدمك ونصلي لاجل كل الذين هم بعيدين. طيب احنا كمان معانا الاخ زيتوني هي الاخت فوزيه كانت ذكرت الاخ زيتوني فالاخ زيتوني اتصل ومعانا على التليفون اخ زيتوني. الو 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 اخ زيتوني ألو. مرحبا مرحبا تعالي. اهلا وسهلا بك وبيك عايش ما فهمت انا الناس مخبين على زيتون ايش المشكله احنا نتكلم عن الناس. بالله يا دكتور عزمي ما نقول لما النبوة مقيم يقيم لك الرب من المنادي ولكن انا سؤالي عندما تقولون عندما تقولون باسم الاب والآب والابن والروح القدس اي الاب يعني الوجود والابن هو عقل الله والروح القدس اي ان الله له روح، هل هذا صحيح ام لا؟ ده صح. احنا بنؤمن ده. انه آه الثالوث آه آه خليني بس آه 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 اوضح النقطة دي ابن الله اي انه هو عقل الله خليني. اذا كان اذا كان يسوع عقل الله فانت وانت قلت وانت تقول من بان يسوع المسيح له كل العلم انه يعلم كل شيء. ولكن انا دائما اتكلم يا دكتور عزيز من الكتاب المقدس أيوة. لا اقول حديث انا استشهد من الكتاب المقدس بنفسي يقول في نص والاصحاح الثالث عشر والايه الثاني وثلاثون بالله كان تكرمت وتفتح الكتاب المقدس أعرف أعرف اذا كان آه. هو عقل الله وهو عقل الله يقول واما ذلك اليوم وتلك الساعة اي اخر الزمان فلا يعلم بهما احد. إسمع اسمعي بالله يا دكتور عمي ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن اي ان الابن لا يعلم كما تقول انه يعلم كل شيء. طيب. بالله يا تركت الاخت تتكلم اتركني اتكلم انا هرد عليك و... ما... ما ما ينفعش ما... ما اوكي المطاقة. اخ اخ زيتوني انا انا بقدرك وبعزك كشخص بس اديني فرصه يعني ما ينفعش ان انت أه... أه... تقول كذا حاجه من غير ما تديني فرصه ان انا ارد عليك كويس اول حاجه النقطه اللي انت بتذكرها دي دي نقطة مهمة جدا واحنا اتكلمنا عنها يعني اتكلمنا عنها يمكن من شهر او شهر وشوية خدنا حلقة او اتنين عن لاهوت المسيح هل فعلا يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد واتكلمت عن النصوص الصعبة دي وشرحتها فانا اتمنى اتمنى فعلا انه عشان ما, ما ما ضيعش وقت الحلقه المره دي انه حضرتك ترجع الى الحلقات السابقه اللي بتتكلم فيه بتكلم فيها عن لاهوت المسيح وخلي وعايز اقول لحضرتك انا لو اتكلمت عن لاهوت المسيح بس من كلام المسيح يعني ما خدتش لا بولس قال ايه ولا بطرس قال ايه انا خدت كلام المسيح واعلانه هو عن نفسه علشان اجاوب من خلاله على سؤال مهم جدا هل كان يسوع المسيح أو أعلن يسوع المسيح أنه الله الظاهر في الجسد فأنا شجعك أنك ترجع للحلقة وأنك يعني تتفرج عليها وهي فيها إجابة يعني أتمنى أنها تكون شافية ووافية للإجابة على سؤالك دوت لكن إحنا بنتكلم هنا عن نبوات العهد القديم وأنا عارف إن أنت طرحت سؤال فيما قبل عن آآ آآ تسنية 18 وعدد 18 وأنا كمان جاوبت عن هذا الجزء وقول بقول لك إنه ما ينفعش ينطبق هذا الجزء بشكل من الأشكال على رسول الإسلام. يعني القرينة والسياق وال... وأوجه الشبه ما ينفعش أبدا إنها تطبق على رسول الإسلام. طيب آخد الإدعاء التاني الادعاء الثاني اللي يبقى الادعاء الاولاني هو تسنيه 18 18 الادعاء الثاني موجود في نشيد الانشاد وفي اصحاح خمسة وفي عدد 16 انه البعض بياخدها والاخوه المسلمين بياخدوا انه الكلمه العبري هنا هي كلمه يعني محمد فخلينا نشوف فيديو ناخد الفيديو التالت مش الثاني الفيديو التالت اللي هو بتاع الشيخ الدكتور زكير ونشوفه بيتكلم فيه عن هذا الجزء. Okay. Just... السلام عليكم. I'd like to ask if you could shed some light on a verse in the Bible. It's the Old Testament, Solomon chapter 5. Verse 16. It's the Hebrew text. Hiko Jerusalem. I know that in English, Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? For the sisters asked the question, she's given the Hebrew of the verse of the Bible from Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, which says, which means, sister, only translated one word. It means he's most sweet. He's altogether lovely. He's my beloved. He's my friend. O oh daughters of Jerusalem, this is the complete translation of the Hebrew verse she quoted. And when it says "ikumamitakim Muhammad Muhammadim," Muhammadim in the Semitic languages, when you give respect, you add M to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. The same thing to the name Muhammad, him. they add im and it means it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. Sister is asking, then why don't the Christians believe in Prophet Muhammad peace be upon him? Taib. طبعا هي دي تمثيليه يعني هي بتعرف عبري حتى قالت الكلمه بالعبري وبعدين كملتها بالانجليزي وهو حافظ النص بالعبري الى اخره النص ده بيقول ايه بيقول في نشيد الانشاد واصحاح خمسة وفي عدد 16 تقول في العروس حلقه حلاوه حلقه حلاوه وكله مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم خلكو آه ممتكم وكل ذا دودي وذا راعي بنوت أورشليم الكلمة اللي عليها بقى هنا بيقولوها مخمدم مخمدم دي الكلمة فبما انها مخمدم يعني قريبه من محمد كويس واللي ام دي للجمع يعني دايما نحطوها للجمع فهنا بتعظيم محمد اتحطت الام فبقت محمد ام. فهنا اشاره الى نبي الاسلام محمد حلقه حلاوه وكله يعني احنا لو قريناها بقى صح نقول حلقه حلاوه وكله محمد هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم آه على فكرة أنا ممكن أطلع من الكتاب المقدس كمان إنه اسمي مذكور في الكتاب المقدس. ففي العربي يقول عن يعبيس إنه كان أشرف إخواته. ويقول أيضا في أعمال الرسل على إنه آه أهل بري كانوا أشرف فاسم أشرف ذكر مرتين ذكر في العهد القديم وذكر في العهد الجديد ده المنطق اللي بيشتغلوا عليه إنه ما دام الاسم أو حاجة قريبة من الاسم ذكرت يبقى اه ده إشارة إلى 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 نبي الإسلام. أي منطق ده؟ يعني يعني آه ملخص الإدعاء اسم الرسول مكتوب في الآية. ده ملخص الإدعاء. يعني أنا ممكن أقول إنه اسمي مذكور في آيتين، واحدة في العهد القديم وواحدة في العهد الجديد. وواحد اسمه وديع ممكن أيضا يقول أنا اسمي مذكور. تعلموا مني لأني وديع. ما هو مذكورة مذكور فبما انه اللفظ موجود او النطق موجود يبقى الاسم موجود يبقى ده اشارة الى الى رسول الاسلام ده المنطق الاسلامي في الاية دي الاية بالعربي وبالعبري حلقه حلاوة وكل مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم وزي ما قلت انه الكلمة هنا اللي هي مترجمة مشتهيات هي مخمدم ودي بيقولوا انها جمع التعظيم لمحمد او محمد. الكلمه اساسا العبري خمد او محمد دي بتعني ايه؟ بتعني في القواميس بقى نيجي يعني للقواميس بتعني something desirable شيء مشتهى عشان كده ترجمت بالعربي مشتهيات وبتعني ايضا precious precious شيء غالي جدا وده اللي شايفاه عروس النشيد في شخص المسيح انه كله مشتهيات وده بنجده في ال ده هيبرو آراميك ليكسكان اوف ذا اولد فالكلمه نفسها بتعني ديزايرابل ومبتعني بريشيس كلمه ايضا محمد لما بنيجي للقاموس نيو امريكان ستاندر هيبرو آراميك Greek and dictionaries بنجد انه الكلمه محمد بتعني ديزاير بتعني ديزايرابل ثينجز بتعني ايضا بليزنت بتعني precious وان بتعني precious things precious تريجر تريجر اور فاليبل يعني كلها بتعني شيء مشتهى شيء قيم شيء غالي شيء نفيس آآ، شخص آآ يعني ما فيش زيه عشان كده اتحطت كلمه آآ آآ مشتهيات الكلمه العبر مركبه من من جزئين الكلمه العبر مركبه من محمد وهي بزائد اليم محبوب او مقبول او مرغوب او مشتهى هو بقى بيقول ايه بيقول لا العبري هي موجوده بالعبري يعني ب بالجمع يعني محمد لانه العبري هنا بيتكلم عن التعظيم لمحمد فبالتالي حط اسم محمد بالجمع اما ينفع فهي صيغه الجمع في اللغه العبريه العبرية أساساً ما فيهاش حاجة اسمها صيغة التعظيم دي أول حاجة يعني لما بيحط اليم ها أه بنهاية الكلمة ما, بي ما بيقصدش بيها التعظيم مفيش في العبري حاجة اسمها صيغة التعظيم وفي العربي الأسماء لا تجمع كويس هنا التعظيم غير موجودة في العبري امثله بقى على صيغه الجمع في العبري، مثلا يقول ايه؟ بدل ما اقول يعني لما يجي عند كلمه السماوات يجيبها بالجمع شميم السماوات، لما يجي عند الميه يقول مثلا الميه بالجمع ميم مياه، لما يجي عند مصر حتى احنا كمصريين كلمه مصر تذكر في الكتاب المقدس في العهد القديم مصريم بالجمع، ليه؟ لانها في مصر العليا ومصر السفلى في مصر الطيبه وفي مصر ممفيس فالاثنين مع بعض دول بيكونوا مصر عشان كانت بتيجي بصيغه الجمع مش للتعظيم مش لان مصر عظيمه قوي فبيجي الاسم هنا بالتعظيم فاساسا لغه التعظيم غير موجوده الكلمه تعني وصف لشيء وليس اسم علم كلمه هنا مخمدم تعني وصف لشيء هي تصف تصف شيء حلقه حلاوة وكله مشتهيات ووردت 12 مرة في العهد القديم وكلها بمعنى شهي أو شهوة أو نفيس الكلمة دي جات أكتر من مرة زي ما قلت 12 مرة في العهد القديم خلوني مثلا أخد بعض الآيات وأوريكم لو إحنا شلنا الكلمة دي من نص النص من النصوص وحطينا اسم رسول الاسلام هيبقى شكلها شكلها ايه؟ ماذا لو استبدلنا الكلمه في بعض الايات باسم محمد؟ مثلا نيجي لاشعياء 64 وعدد 11 بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك اباؤنا قد صار حريق نار وكل مشتهياتنا كلمه مشتهيات هنا كل مشتهياتنا مخمدين كلها صارت صارت ايه صارت خرابا لو انا حطيت بقى العربي مخمد دينو هنا اهي الكلمه العبري لو انا بقى لو انا حطيت العربي هيبقى ايه بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك اباؤنا قد صار حريق نار وكل محمد صار خرابا ينفع المسلم طب ليه المسلم ما يجيش عند الايه دي ويقول اه هنا في محمد محمد مذكورة اهي اهي محمد ليه ما يجيش عند الايه دي ويقول انه الايه دي فيها اشاره الى الى رسول الاسلام يعني ما هو ده ما هو دي ده, ده المنطق المنطق انه بما انه الاسم آه ورد او او شبه الاسم مش الاسم شبه الاسم ورد في اللغه العبري يبقى هنا اشاره الى الى الشخص يعني ده ده المنطق يعني عشان كده بقول لو خدنا احنا الايه دي ينفع تطبق على رسول الاسلام محمد صار خرابا ما ينفعش طبعا هيقولوا لا يا ابن ادم في حزقيال 24 و16 يا ابن ادم هانا اخذ عنك شهوه عينيك لما الرب بيقول ان مراتك هتموت بضربه فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك كويس لو حطيتها بالعبري اهي كلمه هنا بقى أي كلمه محمد كامله يعني انت لا انت محتاج جمعة ولا محمد محمد لو انت خدتها بقى هنا تقول اه الايه دي فيها اشاره الى الى الى, إلى رسول الاسلام فبالتالي لو حطيتها بالعربي يا ابن ادم أنا سأخذ عنك محمد عينيك بضربة فلا تنحو ولا تبكي ولا تنزل دموعك يعني ده, ده المنطق فبالتالي الآية دي مبنية على منطق مغلوط والاستدلال ده مبني على منطق مغلوط هو بيدور هو عايز يدور على أي حاجة تدل من قريب أو بعيد إلى رسول الإسلام لكن ما فيش وهريحكم الكتاب المقدس اتكلم عن الانبياء اللي هياتوا بعد المسيح اتكلم عنهم المسيح وقال ان هم انبياء كذبه واتكلم عنه يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا بانه هو النبي الكذاب ده الشاهد الموجود عن الانبياء الذين اتوا بعد المسيح هنكمل مع بعض في الحلقات القادمه فالى ان نلتقي سلام المسيح يكون معكم